الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 63 و300، قوله رحمه الله تعالى: وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب. فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن. وكان ذلك في حلقة بتاريخ 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1447. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب. فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في ديهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والرجل الذي يتشبه بالنساء في ديهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة، أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك أسماء ولا أسباب؟ أسماء يبقى كلمة يبقى كلمة. وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب. فإذا كان هذا هو السنة وكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم، والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن. لعل أسباب يا حاشم، لعلها أسباب، أسباب من المراسل، لعلها أسباب. والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة، أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والخبث. ما رجح لنا أسماء كان مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة، ومثل ذلك
الله فلا على حاله. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فلك ويجمل الحل والجمال. وهذا يشهد بقوله يعني أربع ساعات ما ينقل بحكمة آل داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبرونها عيوبه عن تقصيره ويذكرونه بالله ويذكرهم ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه. وهذه أربع ساعات مهمة هذه من حكمة أربع ساعات. الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله وناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي لله عليه في أوقاتها. الساعة الثالثة محاسبة للنفس ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا ليتوب من سيئات أعماله. الساعة الثالثة مع أصحابه وفانه الطيبين يتذاكر معهم في الله وفي ما يتعلق به وينبهونه على عيوبه وينبههم على عيوبهم ويتذاكرون ما بينهم فيما يصلحهم. والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده. عن سعادة لا شك أنها مهمة والشرع الشريف يدل عليها. نعم وهذا يشهد من قول الفقهاء. نعم صحيح حديث هذا مو حديث هذا من حكمة داود من أخبار داود نبي الله داود يعني ما جاء في صحيح الزبور يعني. نعم وهذا يشهد من قول الفقهاء شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يشرعنا بخلاف شرعنا يؤيد هذا شرعنا يؤيد هذا المعنى. العبد مأمور بأن يعتني بمناجاة الله وأداء الحق مأمور بأن يحاسب نفسه مأمور بأن يجتمع مع أصحابه الأخيار في المذاكرة مأمور بأن يؤدي حق أهله. نعم كان الحديث يا شيخنا بالاستقامة. نعم طلعنا بزقت في رواه أبو حاتم بن حبان ثم ساق الحديث. إيه هذه حكمة آل داود ينقل بأن حكمة آل داود. نعم وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إن صلاح الدين والبروة قالوا والبروة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وهذا يدعو إلى الحسن والقبح في الأعمال وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة وإن كان الحسن هو الملائم وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي فالشيء يكون فالشيء يدم ويكمل ويدمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويلتذ به كما يسجد ويقبح بما ينافيه ويضره ويتعلم به. والأعمال الصالحة هي التي تناسب الإنسان والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه. ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذنبي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق وذمه يشينه لأنه حق. وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجوه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم من لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وظهره حتى ظهر ذلك على صورته
ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت. فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحد في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدع والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة لمن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم تحسن ما في بس في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم. فإن الرافضي كلما كبر كبر قبح وجهه وعظم شيئه حتى يقوى شبهه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنه. ونجد مردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة. ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره. وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك. بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين طوي فيهم العدوان نسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة. وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضا من يمسخ قردة وخنازير. إن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروا الله جميلة. رحمه الله شوف كلام أحد أبي ذر الطبيب صحيح بن حبان عن أبي ذر الله المستعان. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آدم أن يصح يكون مما قرأت الشريعة حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة في مواردها ومصادرها تدل على فضل هذه الساعات الأربع. نعم علق عليه حاشية. نعم عندك نعم. يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فلم أجد كما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع. من هذا الحديث؟ هذا رشاد توفي الله يعطيه. لعب الدولونه أقول لعب الدولونه من اللي بيجلب لي دوله نعم هل يمكن أن تكون صحيح محبان أو غيره سمنا مطوع من أجزاء سمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صح على كم جيبه صح كم أنا اللي عندي وفاعي 366 نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك. وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها
كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلمة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: وكذلك زين لفرعون فرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقد قال سبحانه عن المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهو سبحانه يزين لكل عامل عمله فيراه حسنا وإن كان ذلك العمل سيئا، فإنه لولا يراه حسنا لم يفعله، إن لو رآه سيئا لم يرده ولم يختره. إذ الإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء، فالحسن الجميل محبوب مراد، والسيء القبيح مكروه مبغض. الأعلام والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال، كما أن المحبوبة من كل وجه لا تترك بحال، ولكن قد يكون الشيء محبوبا من وجه مكروه من وجه، ويقبح من وجه ويحسن من وجه. ولهذا كان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كامل الإيمان. فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تاما لم يفعله بحال. ولهذا كان كل عاص لله تعالى جاهلا، كما قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لو كان عالما حق العلم بما فعله لم يفعل القبيح ولم يترك الواجب، بل قد زين لكل أمة عملهم. لكن العاصي إذا كان معه أصل الإيمان فإنه لا يزين له عمله من كل وجه، بل يستحسنه من وجه ويبغضه من وجه، ولكن حين يفعل يغلب تزيين الفعل. ولذلك قال: زين للناس حب الشهوات. فإن هنا شيئين: حب الشهوات، وأنه زين ذلك الفحش وحسن، فرأوا تلك المحبة حسنة، فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم وتمتعوا بهذه المحبات. فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لما يتبعه من الضرر لم يستقر ذلك في قلوبهم. فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا ينفر عنه. وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا. فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. وهنا أخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وفي الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات، ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: ولم يكن المزين بل ذكر العموم. وقال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما حدث المزين هناك قال: زين للناس حب الشهوات، فجعل المزين نفس الحب لها، لم يجعل المزين هو المحبوب، كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها. فإن المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو المحبوب، بل هو حب الشهوات. فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك، بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب، فقد يزين الشيء المحبوب. ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض. وفى
ففرق بين التزيين المتصل بالقلب بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشيء المنفصل عنه. فيه رد على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل وكذلك قوله زين له سوء عمله فراه حسنا. وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين لأنه حببه إلى الإيمان زينه في قلوبنا، فالنعم تتم بهما بالعلم والمحبة. وقد ثبت بالصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي الصحيح أيضا أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الصحيح أنه أمر بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، كما روى البخاري في صحيحه عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا. فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا، قد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتشبه بهن في مباشرة الرجال له فيما يتمتع الرجال به لتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك. وكلما كثرت مشابهته لهن كان أعظم للعنة، وكان ملعونا من وجهين: من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يلعن على ذلك ولو كان هو الفاعل، ومن جهة تخنثه لكونه من جنس المفعول بهن. ومن جعل شيئا من النوطي نعوذ بالله قد شبه بالنساء من جهتين إن شاء الله، لا من جهة أنه يفعل فيه ومن جهة أنه شبه بهم في هذا الشيء حتى هيئ نفسه لهذا الأمر إن شاء الله، يكون ملعونا للنباط وملعونا لتشبهه بالنساء إن شاء الله. حديث صحيح: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، نسأل الله العافية. نعم ما ورد في السلام يعني على من لم يعرف الإسلام ومن يعرف، فهذه بعصرنا هذا يعني من كثر الناس يعني يشبه يعني بالأجانب بحلق اللحى والخنافس، فإذا وجد الإنسان واجه إنسان يعني لم يعرفه ما لا يقول. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي سلام أفضل قال أن تقرأ السلام على من عرف ولم تعرف وتطعم الطعام. فلما أنت ما دمت لا تعرف أنه كافر فلا بأس أن تسلم، تبدأ بالسلام وترد السلام. إلا واجه إنسان واحد يعني ما يعرفه، بس يعني مجرد تبدأ تنفر السلام والحمد لله ولا عليك. وإذا تيسر لك النصيحة انصح، لأن قد يكون فيه مجاهل الذي ما يعرف الحكم الشرعي. نعم. فمن جعل شيئا من التخنث دينا أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه لأجل نظر الرجال واستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماع، أليس يكون مبدلا لدين الله من جنس الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوراتهم عند الطواف لئلا يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن، وقد يكون تخنثه بمباشرة الرجال ونظرهم ومحبتهم، وقد يجمع الأمرين. وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير، وهؤلاء شر ممن يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين، فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يمن يتشبه من الرجال بالنساء. خلق عليهم حتى
المتمسكين ان الاجسام الثلاثه قلب كثير. الانسان من عباده من الصوفيه وغيرهم تاسف التعبد، تعبدون بالتشبه بالنساء والتشبه بالرجال. نسال الله فإنه يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيه من النساء بالرجال، ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظيم، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروج للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم، وحتى أن المرأة تختار لنفسها من شاءت من ممالكها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمها، ويكون في كثير من صبيانهم من التخنث وتدريب الرجال له وإكرامه، لذلك أمر عظيم حتى يغار بعض حتى قد يغار بعض ما بعض صبيانهم من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري، لكن هم لا يفعلون ذلك تدينا، فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم، فإنهم جعلوا الفجور دينا والفاحشة حسنة، لا لما في ذلك من ميل الطباع، فهكذا من جعل مجرد الصوت الذي تحبه الطباع حسنا في الدين فيه شبه من هؤلاء، لكن في المشركين من هذه الأمة من يتدين بذلك لأجل الشياطين، كما يوجد في المشركين من الترك التتار وساحرهم الطاغوت صاحب الجبت الذي تسميه الترك البوط، وهو الذي تستخفه الشياطين وتخاطبه ويسألها عما يريد ويقرب لها القرابين من الغنم المنخنقة وغير ذلك، ويضرب لها بأصوات الطبول ونحو ذلك، ومن شرطه أن يكون مخنثا يؤتى كما تؤتى المرأة، كلما كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين. وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت مما لم يمتحن فيه، فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى يوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك، وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمى، وكذلك حسن الصوت قد يدعى حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده، وشهوات الغي مستمكنة في النفوس، إذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب، فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. وأما تحريك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا للتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنهرة أخرى، فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين، فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل،
فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من اللم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. رحمه الله. والمقصود أن الأصوات الحسنة والأفعال الحسنة والصور يتأثر بها الصبيان والنساء والجهل أكثر من غيرهم، فإذا كانت في طاعة الله ومحبة الله كقراءة القرآن وتوجيه الناس إلى الخير نفع ذلك، وإذا كانت الأغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. الحمد لله رب العالمين. الذين يفعلون ذلك تدينون شرا منهم، شر من الجهال يفعلونه وهم يعرفون انهم عصاة. اللي يعرف انه عاصي اسهل، واللي يفعل الفواحش يتدين انها دين وغربه مثل المبتدع، يرى انها دين ولا يتوب. نسأل الله العافية يا شيخ. نسأل الله العافية. حكم الشرع الفاعل والمفعول بكل حكم الشرع الذي يفعل الدواب حكم القتل والمفعول كذلك مثله اذا كان مكلف. نسأل الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم يعمل عملا قبل نور فاقتلوا الفاعل والمفعول له. البهيمة جاء الحج أنها تقتل لأن يتحدث عنها أنها التي فعل فيها فلان فعل فيها في إشاعة داعشة، إذا ثبت ذلك ولا يقتل إلا من كان مطاوعا ومن كان مكرها ومجبورا، القتل لمن جبره. إن شاء الله العافية. يعني مظلوم، المقصود مظلوم، القتل على من فعل النظام عن اختيار، نعوذ بالله. ان شاء الله العافيه. نعم. سواء محصن ولا مو محصن، مو مثل الزنا، هو اقبح من الزنا. النظام اشر من الزنا. ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بكرا، اذا كان مكلفا وهكذا كان مفعول به، نعوذ بالله. نعم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أعطي مزمارا من مجامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع وتسمع لحضرته لك تحذيرا. قلت هذا القول لأبي موسى، كان لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء يفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. فقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
وهذا القياس مثل قياس سماع المكار والتصفية الذي لمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنفين المغاني الذين قد يستيق الذين قد يسمون الجد أو القوالين وقياس بالمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للبكاء والتصفية. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال يا رب اجعلني قرآن قال قرآنك الشعر قال جعلني مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال جعلني كتابة قال كتابتك الوشم قال جعلني بيتا قال بيتك الحمام قال جعلني طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليهم. فمن قاس قرآن الشيطان بقرآن الله فالله يجازيه بما يستحق. وقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة ولهذا فإن من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشياطين فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية. وإذا كان السماع نوعين سماع الرحمن وسماع الشيطان كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأجسام هنا أربعة إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن أو يشتغل بالسماعين أو لا يشتغل بواحد منهما. رواية الطبراني فيه صحة رواية الطبراني صحة 376 اللي قال الطبراني رواية الطبراني قد روى الطبراني 376 نعم نعم. فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن. فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعذبة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع فيحتج بها على المعدل عن هذا السماع الشرعي الإيماني لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. فللراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة. هؤلاء متمعكدون وهؤلاء مفرقون. وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرطي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم فلما حط عنها ماتت. وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله وقال الرطي ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال حدثنا أبو حاتم السجستاني وحدثنا أبو نصر السراج قال حاحك الرطي
قلت مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا للعادة، وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف تأثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها، وإذا اتفق قوة المؤثر واستعداد المحل قوي التأثير، فالنفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو جزع ونحوه، أو لفراغ وعدم شغل أو ضعف عدو، إذا اتصل بها صوت عظيم حسن قوي قوي أزعجها غاية الإزعاج، لكن هذا لا يدل على جواز ذلك، ولا فيه ما يوجب مدحه وحسنه، بل مثل هذا أدل على الذم والنهي منه على الحمد والمدح، فإن هذا يفسد النفوس أكثر مما يصلحها، ويضرها أكثر مما ينفعها، فإن كان فيه نوع نفع فإثمه أكبر من نفعه، وقد قال الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، وذكر صوت النغمة وصوت المعصية، ووصفهما بالحمق والفجور وهو الظلم والجهل، وقال لقمان لابنه اقصد في مشيك وارغب من صوتك، والمغني لهذه الأصوات لم يغض من صوته، فالمتحركون بها الراقصون لم يقصدوا في مشيهم، بل المصوتون أتوا بالأحمد الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات، من الحركات، وربما جمع الواحد بين هذين النوعين وجعل ذلك من أعظم العبادات. ثم قال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز سمعت أبا عمرو الأنماطي سمعت الجنيد يقول وسئل ما بال الإنسان يكون هاديا فإذا سمع السماع اضطرب، فقال إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذا حركهم له، فإذا سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. قلت هذا الكلام لا يعلم صحته عن الجنيد، والجنيد أجل من أن يكون مثل هذا، فإن هذا الاضطراب يكون لجميع الأوهام ناطقه حتى يكون في البهائم أيضا، ويكون للكفار والمنافقين. ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الصوت ومحبته، وقد يكون للخوف منه وهيبته، وقد يكون للحزن والجزع، وقد يكون للغضب. ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا، ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك، بل المأثور أن موسى مقت الآدميين لما وقر في مسامعه من كلام الله، ثم التلذذ بالصوت أمر طبعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرب أصلا. ثم إن أحدا لا يذكر ذلك السماع أصلا إلا بالإيمان، والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماع بما ليس هذا موضعه. ثم إن مذهب الجنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره والاجتماع عليه، وعنده أن من تكلف السماع فتن به فكيف يعلله بهذا، وقد ذكر أبو القاسم ذلك، فقال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ما سمعت الحسين بن أحمد
ابن جعفر سمعت أبا بكر بن منشار سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه فأخبر أنه فتنة لمن قصده ولم يجعله لمن صادفه مستحبا ولا طاعة بل جعله راحة وكيف يقول إنه أظهر خطاب الحق المتقدم وقال أبو قاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم قلت قد قدم أبو قاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحرمي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر فقول الدقاق هو مباح للجهاد وقال أبو قاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماع حرام على العوام ببقاء نفوسهم مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحق لأصحابنا لحياة قلوبهم قلت قد قدم أبو قاسم في ترجمة الشيخ أبي علي الرودباري وهو قديم توفي بعد 2300 صاحب الجنيد والطبقة الثانية وكان يقول أستاذي في التصوف الجنيد وفي الفقه أبو العباس بن سريج وفي الأدب ثعلب وفي الحديث إبراهيم الحرمي وقال فيه أبو القاسم هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول سئل أبو علي الرودباري عمن يسمع الملاهي ويقول هي حلال ويقول هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر وقول الدقاق هو مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم هو الذي أنكره أبو علي الرودباري فكيف بقوله مستحب وسنتكلم إن شاء الله على هذا ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماع طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حد وفتنة إلا عن إبرة وهذا الكلام يوافق قول الرودباري ويخالف قوله أنه مباح للجهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماع ليس بمشروع فهو عن الطبع ومعلوم أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعا فيكون مشروعا بالطبع مطلقا وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الصوفي يقول سمعت الوجيه يقول سمعت أبا علي الرودباري يقول كان الحارث بن الحسد المحاسب يقول ثلاث إذا وجدنا نمتع بهن وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء قلت قد قررت قبل هذا المعنى بأن الحسن في الصورة والصوت إن لم يكن مع تقوى الله وإلا لم يكن إلا مذموما ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به قال أبو قاسم وسئل من نون المصري عن الصوت الحسن فقال مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة وسئل مرة أخرى عن السماع فقال وارد حق يزعج القلوب إلى الحق
فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بنفس تزندق. قلت هذا الكلام لم يسنده عن ذنون، وإنما أرسله إرسالا، وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه، إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صحته، أو يكون من فرطه كذلك، أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته. ومن كان من المرسلين بما يذكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله، وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله، فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات، ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين، فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله. وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد، ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم. وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين، كتاب اللمع لأبي نصر السراج، فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي، ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه، ومن كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه. فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذنون رحمه الله ورحمة الله عليه، فالكلام عليه من وجهين، من جهة الاحتجاج بالمعائل ومن جهة تفسير المنقول. أما الأول فقد نقلوا أن ذنون حضر هذا السماع بالعراق، وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة، فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكسي قال لما دخل ذنون المسري بغداد اجتمع عليه السرية ومعه قوال يقول شيئا، فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له، فابتدا يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا أحسنك، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، أما ترسيل مستعب إذا ضحك الخلي بكى. قال فقام ذنون وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الأرض، ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذنون الذي يراك حين تقوم، فجلس الرجل. قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول كان ذنون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه، وكان ذلك الرجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد. فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التربير، يصدون به الناس عن القرآن، ويكون بالنون هو أحد الذين حضروا التربير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف، ويكون هو أحد المتأولين في ذلك. وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبي الذين استحلوه مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وأبي حنيفة ومحمد بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم، وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة، والصرف كقول عطاء بن أبي رباح وجريج وغيرهما، وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوا من الحشود، وكقول طائفة من شيوخ الشاميين وعلمائهم فيما كانوا استحلوه من القتال في فتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه، وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة، إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة، وكان في كل شد طائفة من أهل العلم والدين.
فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا لأن المناجعين لهم هم من أهل العلم والدين. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع هذا هو الواجب على جميع الفرق، وليس فعل فرقة أو قول فرقة حجة على الأخرى، وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة، فهما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال سبحانه وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا يزال النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة، فمن أنصف رد النزاع إلى الأدلة الشرعية، ومن جفى أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله، لا سوى ذلك، لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأغاني وغيرها. نعم اللهم المستعان. فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجة على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يبتدي في ذلك مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وإنكار غيرهم عليهم، بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه بمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات صفهم وهم من أغفر الله الحقيقة أن ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شوبه على الناس وجعله دينا وقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية. سماعهم وتواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف، كل هذا كل هذا من البلاء العظيم والشر الكثير، نسأل الله. جزا الله المؤلف خيرا، جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا. قضايا عندهم التواجد حتى يفقد الشعور، لا يفقد الشعور، هذا ادعاء او يكون حقيقة لا يطيح، يفقد الشعور مرة واحدة حقيقة، يغلب عليه الوجد والتأثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى مثل الموسيقى مثل سواء كان قصبا او آلة من الصهر او من الحديد او غيره، ينضبونها مع الشعر والأصوات الحسنة والبكاء فيتواجدون ويسقطون. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على كما قال الشافعي إن أحدثه الزنادقة شر كبير، أحدثه الجهال الذين ما عندهم بصيرة وفيهم من هو زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شوش على الناس، نسأل الله العافية. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى بالنسبة للأنشيدة، نعم الأنشيدة للتسجيلات ايش؟ أنشيد إسلامية فيها فيها طيب إذا كانت سليمة ما هي منها، إذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف أمر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح إن من الشعر حكمة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الوجه الثاني فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات واشارات ادعها الله كل طيب وطيبه، لا يجوز ان يراد به ان كل صوت طيب كاذب ما كان بان الله اودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح. في ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون الله الكتاب في الاستعانة بها على كفرهم. يا شيخ لا أهد أهد حسن كمان. فإن هذا فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كائن ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح. من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطب وخطأ خاطب بها الله عباده، وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفيد بها الشيطان لبني آدم كما قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم من خيلك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده. ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلمن يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمرون أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق، إذ تدعو بما أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات. فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عموره وإطلاقه حقا، يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد بالصوت الحسن إذا استمع على الوجه الحسن، فهذا حق مثل أن يزيد به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري يفعل. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لا أعلمت أنك تستمع لحققت لك تحذيرا. وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا. وكان عمر يقول له: ذكرنا ربنا. فيقرؤون يستمعون. فلا ريب ان الصوت الحسن اذا تلا به كتاب الله فانه يكون حينئذ قد اودع الله ذلك مخاطبات واشارات، وهو ما في كتابه من المخاطبات والاشارات. فقد ورى ان هذا الكلام اذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا، وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا. يبقى بين ذلك العموم، وهذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت، فإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع له أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع. يشيرون إلى هذا المرسل، وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق، وهذا يكون على وجهين: أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك، فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف وبوزان على حروف بوزن فبوزن ذلك الصوت، وكثيرا ما يحرك منهما يناسبها ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو ما نحو ذلك، كقول بعضهم: ربما طاءها شوف في الضحى قدحت في فنن عن فنني، ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. فالثاني يكون من صوت من صوت بحروف منظومة إما شعر وإما غيره، ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك،
مثل أن يكون للشعر إثار وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريم على ما فوق رضا الإنسان من الحقوق أو إفضاض وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل مطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المرجان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما قرع السمع حروف أخرى لم يربط بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بارلا يقول ساعتر بري فوقع في سمعه اسمعتر بري وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو قاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي الذي قال العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا يناديا ساعتر بني فسقط الرسي عليه فلما فات سئل فقال حسبته يقول ساعتر بني وسمع عتبة الغلام وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عنا فقال عتبة صدقت وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما وأكثر وإنما رفعت بمحبة لا يحبها الله ورسوله مثلها مثل بعض هذه الأجناس وإنما المدعي بمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس وهو الإشارة التي يذكرونها هذا قال المخاطبات والإشارات المخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيقول فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الإحسان من ذوق والوجد إن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل طائف من الضالين فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا الجميع لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم ولكن فالسان فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وهذا معنى قول الجنيد والمقصود من هذا كله إلا الصوفية أصحاب الزهد والتأوهات التي تحصل منهم أن تقع منهم أشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يعطي الجواب المجمل بل يفصل بما قد يقع منهم فما كان حقا يوافق الأدلة قبل وما لا فلا وما ذاك إلا لأنهم يصطلحون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيرهم قد يكون فيها باطل كذلك والواجب فيها التدبر والتبصر وعدم العجلة في جوابهم أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة وعن تثبت وأن يقبل من ذلك إلا ما قامت عليه الأدلة الشرعية وذلك ما ذكر من الأمثلة والبعضهم لما سمع من يقول سبحان الذي في السماء إن محب لا في عنا واحد قال صدق واحد قال كذب فالمحب قد يكون في عنا وقد يكون في
هنا القيح فمحب لله ولرسله ولأوليائه في نعمة وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة فهو مرتاح القلب مطمئن ومحب للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشبهها من الألفاظ التي تقع على أسنة بعض العباد وبعض الصوفية كلها محتملة. نعم. وأما قول القائل السماع وارد حق يجد القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تجندق فالسماع موصوف أنه وارد حق الذي يجد القلوب إلى الحق هو أخص من السماع الذي قد يوجب التجندق فالكلام في ظاهره متنافي لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حق يجد القلوب إلى الحق ثم جعل الأصل إليه بنفس تجندت ووارد الحق الذي يجد القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجندق لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله فلسه وإن كان فيه عموم فاللام لتعريف المعهود أن يجعل قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو إلههم ومعبودهم ومن كان محبوبهم ونهاية مطلوبهم ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماع تجلت وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق وجعل ما يطلب من الاتصال من الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق فإن هذا يوجب التجلت في الاعتقادات والإرادات فيصير صاحبه منافقا زنديقا وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن ولهذا تجندب بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان أو ذات روح المدبرة ليتده أو عمي بها صفات ذلك من الشهوة والنخوة والغضب والهوى وغير ذلك فإن البشر لا يخلو من ذلك قط ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء آخر والعدم ممتنع عليها ولكن قد تسكن ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لما يؤلم حركته فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين وهو يشعر أن يقال له قدم مشاهدة المرأة والصبي والأبرد أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الفؤوس وقوله من أصغى إليه بحق تحقق فيقال عليه وجهان أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور الله التي أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين نصغى لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته لكنه لا يثق ببطائه على ذلك بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس لتجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع الثاني أن يقال ومن حين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالة ما قد لا يجمعها قد لا يشعر به كما قال عبد الله بن مسعود
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن والنفاق هو الزندقة. ومن المعلوم أن البطن ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الزندقة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير من التزندق. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة ولا يوضح هذا. والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد، لأن سماعهم بالأغاني وضرب الدهوك والرقص، وربما سقط بعضهم مغفية عليه فصار أعظم من وأقبح من حال السكران، لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاء في الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وطبولهم ودهوكهم وأشباه ذلك، ربما جرهم ذلك إلى الفساد والوقوع في الجواط والزنا وغير هذا مما أشر من فعل صبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك، وأن هذا السماع من أنكر المنكرات، فليس من المحرمات فقط بل هو من البدع، لأنهم تعبدوا وجعلوا دين، جعلوا دين بغربة، فصار بدعة ومحرما جميعا، بدعة لأنهم شرعوا في الدماء من ذنبه الله، ومحرما لأنه من المعاصي المحرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب بإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلذذها بسماع القرآن ومذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما كان عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان، هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الإشياء عن ذلك بسماع الأغاني من المردان والنسوان وسماع رب القبور ورب الدفوف وجعل هذا قربة وطاعة، فهذا من أبعد شيء على الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، لا يزال يعتاد الغناء والاشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقه والنفاق وبغض الاسلام وبغض الدين ومحبه اللواط والفساد ما لا يحتر بالبعد نسال الله العافيه، ويزيد في قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مثل ما ان النبات ينبت اولا ضعيف صغير لاصق الارض ثم لا يزال يزيد وينبعث ويقوى حتى يرتفع، فهكذا النفاق القلوب ينبت شيئا فشيئا، ينبت قليلا قليلا حتى يعظم حتى ينسى لك صاحبه من يهدى على شعوره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة. قال شيخ الإسلام يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية الخرامطة والمتفلسفة الاتحادية وغير هذا. وكذلك قوله: هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق، يقال له يقال له إن كان قد سيفجع إن كان قد تجعد به بعض القلوب أحيانا إلى الحق فالأغلب عليه أنه يزعجها إلى الباطل وقلما يزعجها إلى الحق محضا، بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحق وجابد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفي، فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا عن المشركين الذين قال فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع، فلا يكون مزعجا لقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولو كان يزعج الى الحق الذي يحبه الله خالصا او راجحا لكان من الحسن المامور به المشروع، ولكان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله، ولكان من
سنة خلفاء الراشدين ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه لا يتركون ما أحبه الله ورسوله وما يحرك القلوب إلى الله تحريكا يحبه الله ورسوله وأيضا فهذا الإزعاج إلى الحق قد يقال إنه إنما قد يحصل لمن لم يقصد الاستماع بل صادفه مصادفة سماع شيء يناسب حالته بمنزلة الفعل لمن خرج في حاجة فأما من قصد الاستماع إليه والتغني به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال أبو قاسم وحكى جعفر بن مصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يقولون إلا عن فاقة وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيد هذا فقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن أبي جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة قلت فهاتان مقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده فأرسله وهذان قولان مفسران والقول الأول مجمل فإن كان الأول محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير غناء من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم السماع الشرعي كسماع القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الردي يقول سمعت المحاي سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلامذة يقال لأحدهما جبله وللثاني إذن وللثاني رجيك فجار رجيك يوما جبله فقرأ رجل من أصحاب رجيك شيئا فصاح رجل من أصحاب جبل صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرجيت أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبل صيحة فمات فمات القاري فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم هذا من سماع القرآن وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المارستاني عن الحيرة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قد قيل لي نقل بنقل صحيح عن أحد السلف والتابعين أنه مات من سماع القرآن ما بلغنا وهذه أسانيد أنا بقى وهذه أسانيد التي ذكرها أبو قاسم أنا بقى ما ترى ثقة الرواة فيها والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن سماع القرآن بكى وخشية ولا نعرف ان احدا غشي عليه ولا مات ايضا كل كلاهما انما هذا يقع الى من ضعها ضعفاء القلوب وضعفاء البصيره واما اقوياء القلوب واهل البصائر يخشعون ولكن لا يكون ذلك سببا لموتهم او ذهاب عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتمنع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم
لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له حسبك. قال فتبت وليس إذا عيناه تذكران عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة لما حدثهم على المنبر وخبرهم أن عبد من عباد الله خير واختار ما عند الله بك الصديق وترك مرة وعظهم وذكرهم قال أنس وأبطوا رؤوسهم ولهم خليل بالبكاء. المقصود أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه. يعني إذا ذكرت النار وأغمي عليه هذا يدل على ضعف الإيمان ولا؟ نعم. إذا ذكرت النار يعني ضعف القلوب ما يتحمل قلبه من ضعف. المؤمنون الأقوياء يسمعون ويخشعون ولكن لا تزول عقولهم. نعم. قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المعرستاني عن الحركة عند السماع فقال بلغني أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم قميصا فأوحى الله إليه قوله كله مزق لي قلبك ولا تمزق لي ثيابك فهذا سماع قصص هذا سماع لقصص الأنبياء. قال أبو قاسم وسأل أبو علي المغازني الشبلي فقال ربنا يطرق سمعي آية من كتاب الله عز وجل فتحزوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي وإلى الناس. فقال الشبلي ما اجتلبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف وما ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك لأنه لا يصح لك التبري من الحول والقوة في التوجه إليه. قال سمع في القرآن وقال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أحمد بن مقاتل العكي يقول كنت مع الشبلي في مسجد ليلة في شهر رمضان وهو يصلي خلف إمام الله وأنا بجنبه فقرأ الإمام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فجع فجعقة قلت طارت روحه ويرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الأحباء يردد ذلك كثيرا فهذا سمع القرآن. قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف وهذا يصح عن الشبلي هو من ضعفه على البصيرة. نعم. قال وحكي عن الجنيد أنه قال دخلت على الشريف يوما فرأيت عنده رجلا مرشيا عليه فقلت ما له فقال سمع آية من كتاب الله تعالى فقلت تقرأ عليه أثي ثانيا فقرئ فأقام فقال لي من أين علمت هذا فقلت إن قميص يوسف ذهبت بسببه عين يعقوب عليه السلام ثم به عاد بصره فاستحسن مني ذلك. قال وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئا من الذكر يزعب فقال له الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى كان يكثر من كل شعرة من بدنه فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه فهذا سماع الذكر لا يختص بسماع الشعر الملحن. فقول القائل تنزل الرحمة عليهم عند السماع يصح أن يراد به هذا السماع المشروع. وقوله لا يقومون إلا عن وجد يعني أنهم صادقون ليسوا متصنعين بمنزلة المظهر للوجد من غير حقيقة لكن قد يقال قوله لا يستمعون إلا عن حق هذا التفيد لا يحتاج إليه في السماع الشرعي فإنه حق بخلاف السماع المحدث فإنه يسمع بحق وباطل فيقال وكذلك سماع القرآن وغيره قد يكون رياء وسمعة وقد يكون بلا قلب ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا لوح. والله قد أخبر عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والصلاة مشتملة على السماع الشرعي وقد أخبر الله عن كراعة المنافقين للسماع الشرعي في غير موضع كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم
يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم كافرون. إلى قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهؤلاء المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي وبالجملة. فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول جنيد أنه الرحمة وأنه رحمة الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. وقد روى بعض الناس أن جنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه